خلينا نروح من هذا التحقيق في روزا اليوسف الى الاخبار، والعنوان بيقول 500 مليون دولار استثمارات نرويجيه جديده في اكتوبر المقبل. التفاصيل انه دكتوره سحر نص وزيره الاستثمار والتعاون الدولي بحثت مع المدير الاقليمي لشركه سولار النرويجيه زياده استثماراته في مصر، واللي اكد هو من خلال كلامه انه شركته بالتعاون مع عدد من المستثمرين ومؤسسه التمويل الدوليه والبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه بيعتزموا ضخ 3 مليارات دولار استثمارات داخل مصر.